السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. يومه الجمعة، جمعة مباركة للجميع، وتقبل الله الصلاة والدعاء للجميع. كما كتشوفوا حالة الطقس راه غائم، ودرجة الحرارة الآن كاينة 9 ديال الدرجات، والساعة 8:05. في الفيديو غادي نجاوب على بعض الأسئلة ديال الإخوان. واحد الأخ سولني على سان جون سور ريشليو. سان جون سور ريشليو عندي فيه واحد الصديق اخويا، ومشيت ليه شحال من مره. هي مدينه صغيره هادئه، فيها تبارك الله الجاليه المغاربيه، وكيتجمعوا في المناسبات في المسجد. عندهم واحد هاد القضيه كيديروها زوينه، كيتجمعوا في المسجد في المناسبات، وكيجيبوا كل واحد كيجيب معاه شي شويه ديال داكشي قسم الله ديال الحلويات ولا، وكتجلس تجلس واحد الجلسه عائليه. وكما قلت لك فيه مسجد، ومسجد راه داير ليه لابيس يعني بالكود. الا مشيتي لتما خصك تهضر مع المسؤول على المسجد باش يسجلك وياخذ المعلومات عليك ويعطيك لابيس، باش الا جيتي بكري ولا لقيتي الباب مسدود يمكن لك انك تدخل. وما بعيدش بزاف على موريال، هاد سان جون سي ريشليو ما بعيداش بزاف على موريال. والناس اللي ساكنين تما منهم الصديق ديالي كيطلعوا مره مره لموريال باش يتقداو، باش يشريو المشتريات ديالهم. هي راه فيها تقدر تشري فيها، ولكن كما كنديروا حنا كاين بعض المشتريات اللي كتمشي بعض المرات كتشري شي حاجه كثيره وكتجيبها كتبقى عندك تضرب عندك شهر ولا شهر ونص. ما فيهاش الكليه، الناس الدراري اللي تيقراو تما تيقراو حتى السكوندير، ومن بعد كيمشيو لموريال فيها لو بوس، تيمشي لها لو بوس. واخا كاين واحد 44 كيلومتر ولكن كاين لو بوس. الدراري اللي كاينين التلاميذ كاينين تما ولا الطلبه كيمشيو كيديروا لا نافيت في لو بوس. تنظن انني عطيتك معلومات كافيه. اللهم يسر. واحد الاخ قال لك نهضر على الريستوراسيون هنا في مدينه تروا ريفيير. الريستوراسيون خويا مزيانه، خصوصا الا درتي شي حاجه ديالك. وهنا السيرفور راه كيتخلص واحد الخلصه ديالو، وعاد زائد بوربوار راه ديالو. وهذاك اللي تيجي كونسومي ضروري انه كيعطي واحد النسبه في البوربوار، اللي محدينها لهم واحد النسبه في البوربوار. يعني كيتزاد هذاك البوربوار، كيتزاد على هذاك البوربوار، كيتزاد لك على الخلصه ديالك بالنسبه للسيرفر. وتبارك الله ما شاء الله. هنا خويا كاينين لي ريستورون، كاين واحد ريستورون ديال واحد الاخت مغربيه مسمياه كوسكوس باغ، راني فيت لي هضرت عليه. كاين حمام ديال المغربيه، كاين بالنسبه للريستوراسيون العرب قلال هنا، ما دايرينش بزاف لي ريستورون. ولكن كاينين لي ريستورون ديال فاست فود، لي ريستورون ديال فاست فود كاينين هنا بزاف ديال لي كيبيكوا. وحنا كنعرفوا بان الحاجه اللي مزيانه دابا وما فيهاش الخسران هي وسائل الاتصال بحال التليفون والانترنت، هادو ما نهضروش عليهم. وكتزيد عليهم في المرتبه الاولى الماكله، ما كاينش شي واحد اللي غيقدر يبقى بلا ماكله. يعني انك غتفتح ريستورون وراه يجيب الله تيسير. كنعرف واحد الجزائري حتى هو فتح مخبزه كاين هنا، هو جا شويه صعيب في الامر في الاول باش يجيب لي كليون، وهذا شويه صعيب في البدايه. اي حاجه في البدايه كتكون صعيبه، ولكن من بعد كيسر الله. واحد الاخ سولني قال لي بانه صاحبه جا لاوتاوا ولقى واحد الحل ديال الاير بي ان بي، هاد لابليكاسيون ديال اير بي ان بي. راني فيه تكلمت عليها اخويا، ربما انت من المشاركين الجدد في القناه. انا فايت لي هضرت على هاد الاير بي ان بي، وتنستعملها انا شخصيا هي بوكينغ. انا ملي كنبغي نمشي مع الاسره ديالي والاصدقاء ديالي كنبغيو نمشيو لشي مدينه اخرى، كنستعمل هاد بوكينغ، كنكري بها لوتيل اولا كتكري بها واحد الامتي شالي ولا هاد اير بي ان بي. انا اللي كنستعمل بزاف هي اير بي ان بي بالنسبه لي شالي، وبالنسبه لي زوتيل كنستعمل بوكينغ.
هاد اير بي ان بي ما كتلقاوش مشكل في الكرا. اي واحد بغى يجي يقدر يدير ابليكاسيون سميتها اير بي ان بي، يديرها في التليفون ديالو، وملي قرب يجي يكري. انا كنعرف واحد السيده شخصيا جات من المغرب وكرات في تورونتو عبر الاير بي ان بي. وهاد اير بي ان بي شنو هي؟ عندك دار كتقدر انك تسجل في اير بي ان بي وتولي تكريها، ولا تكري غير النص ديالها، ولا تكري غير بيت، ولا تكريها كامله، ولا غير. هو ديروا في بالكم راه غاليه. كاين الانسان اللي تيجي كيكري شهر شهرين بما ما دبر على شي كرا ولا شي حاجه اخر، وكي لان هذاك اير بي ان بي راه كيحسبوا لك الليله، ما كيحسبوش لك بحال الكرا العادي، كيحسبوا لك الليله. حتى الكرا العادي الاخر ولا دي فيزيتي راه غيجي لك الليله، ولكن هذا اير بي ان بي تيقول لك ها شروط النظافه، ها شروط هذه، ها شروط هذه، كيتزاد المصاريف. المهم الاخوان اللي مسك عليهم الله شويه وبغاو يجيو يقدروا يديروا هاد لابليكاسيون في التليفون ديالهم اير بي ان بي ويجيو. يلا نخليكم على خير، واللهم يسر الجميع، اللهم يسر. السلام عليكم.